سلام بنات، هذا فيديو جديد مع سلمى. فيديو ديال اليوم بغيت نقول لكم النصائح، في نفس الوقت بغيت نقول لكم بانني عملت قناه جديده اللي هي سلمى سليم اونلاين. هي هذه سلمى سليم اونلاين، فيها بعض الوصفات اللي كنستعملهم انا شخصيا وبغيت نشاركه معكم. النصيحه ديال اليوم هي ان هذه واحد اليومين كنت كنشوف انا في الناس اللي كيشرحوا كيفاش تربح من الانترنت، ولكنني تفاجأت واحد حاجة. سيد يعني كيشرح الطريقة كيفاش كتعلم الانترنت وكيفاش تربح منه وكيفاش تربح من اليوتيوب، وعمل واحد الطريقة بان كيفاش السيدة تربح فلوس من الدار ديالها. انا صراحة كيف شفت هذا الفيديو هذا قلت ضروري خصني ما نتفرج، ومن اللي تفرجت في هذا الفيديو هذا شنو كنشوف بان السيد كيعطي وصفة كيفاش المرأة تاجر بالرايب في الدار ديالها. عرفتي هذه الحاجة هذه ضحكتني وفي نفس الوقت يعني تعصبت. علاش؟ لان اللي كيشوف في يوتيوب شكون هو؟ يعني ان الناس اللي قاريين هما اللي هيقدروا يكتبوا في اليوتيوب. مادام يقدروا يكتبوا في اليوتيوب يعني يقدروا يعملوا بزاف ديال الحاجات عبر الكتابة ديالهم او ليسجلوا فيديوهات. عوض حنايا ما نضحكوا على الناس، لان انا عوض ما نقول لكم طريقه كيف تربحوا في الانترنت يعني عبر اليوتيوب او عبر شي حاجه اللي كنعرف لها انا شخصيا، ولا نقول لكم طريقه سهله كيفاش تبيعوا مسمنات او كيفاش تبيعوا البغرير. لا، انا بغيت نقول لكم شي حاجه اللي ان شاء الله تدخلوا منها الفلوس. كيف ما كتعرفوا بان انا عندي القناه ديال تعليم تنبات، هي قناه فوق 70,000، ولكن في نفس الوقت يعني الدخل ديالها ماشي مزيان. علاش؟ لان مصطلح ديال التنبات فقط في المغرب، وحنا كنعرفوا بان حنا الناس في المغرب او الناس يعني من خارج المغرب، يعني ما كنهضرش على الاجانب، ما كيضغطوش على الاعلانات. يعني حنايا ملي كنشوفوا حنايا شي قناه ما هي اللي كيظهر لها الاعلان كنزولوه، ملي كنزولوه راه ديك السيد راه ما كيربح معنا حتى شي 5 فرنك، عكس ديال الاجانب يعني كيتساعدوا مع بعضياتهم وكيشوفوا بزاف ديال الحاجات اللي كتساعدهم. حنايا لا، حنايا كنستافدوا في نفس الوقت، يعني خصنا ديك الشخص ما يربح حتى درهم. يعني كنبغيو مع الاسف كنبغيو غير الحاجه لراسنا. انا عملت هذه القناه هذه يعني قناه تجميليه ديال الوصفات، ولكن الصراحه الغرض ديالها باش نربح الفلوس. صراحة باش نقولها لكم، انا القناه ديال التنبات ما كتدخليش الفلوس، من درجه تغطي لي على المصاريف ديال اللي كنعملهم. لان كيف ما قلت لكم انا كنبحث على مصطلحات مغربيه، لان اغلبيه عندي من المغرب، من الجزائر، من المازار. هادو هما الناس ما كيتفرجوا في الاعلانات، ما كيضغطوش على الاعلانات، ما كيشريوش مواد من الانترنت، يعني ما تربحش معاهم حتى 5 فرنك، عكس ديال الناس الخليجيين، الغربيين، الشرقيين. هادوك هما الناس اللي هتقدر نتينا تربح معاهم فلوس. يعني دائما في المصطلحات اللي كتستعمل في العنوان حاول تكون ماشي المصطلح ديال بلادك، لان الناس اللي في بلادك محدودين. تينا حاول تستقطب يعني بزاف ديال الدول، مثل الخليج، المهم السعودية، مصر، تونس، يعني واحد المصطلح اللي كيستعملوه بزاف ديال الناس. ماشي انا كنستعمل مفرد ديال التنبات كنستعملوه فقط في المغرب وقليل قليل في الجزائر. يعني انا عندي واحد القناه محدوده، يعني ما عمرها ما دخل لي الفلوس. عملت هذه القناه هذه الصراحه باش نربح فيها، وانا يلا بديت كيف ما شفتوا 84، يعني باش نشوف انا باش نربح خصني على الاقل تكون عندي 1000 ابوني و 4000 ساعه مشاهده. يعني الا بغيتوا انا نوريكم الطريقه كيفاش نربحوا الفلوس وان شاء الله كيفاش نطوروا هذه القناه هذه، ابونيو في لاشين ديالي هذه باش نوريكم الطريقه كيفاش نختاروا هاد الصوره مصغره، يعني بطريقه واعره، يعني ماشي صوره مصغره اللي كنستعملوها عاديه، وكيفاش نختاروا العناوين وشنو هما الافكار اللي نقدروا نعملو، وكيفاش نعملوا الوصف ديال القناه، وكيفاش نصدروا نتائج البحث الاولى ديال القناه، وكيفاش نربحو، وكيفاش نعملو طلب ديال الربح من الانترنت او من اليوتيوب. هذه الطريقه بغيت نشاركها معكم اولا باش نستفد انا وتستفدوا حتى نتوما، لان كيف ما قلت لكم انا يعني
هدرت بصراحة، عملت هاد القناة هادي باش الربح الفلوس، ماشي عكس ديال القناة اخرى عملها لوجه الله، يعني المصاريف ديالها صراحة ما كيغطيوليش على الحاجات اللي كنخسر عليها. عملت هاد القناة هادي باش نستافدو كاملين. واي وحدة عندها قناة وبغات تربح منها او لا خاصها تعرف شي حاجة وما عرفاش، مرحبا تسألني. وعاد جبار الروابط هنايا في صندوق الوصف، الرابط ديال هاد القناة هادي والفيسبوك ديالي اللي تقدروا تسقسيوني على بزاف ديال الحاجات. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم، وما تنساوش الاشتراك في هاد القناة هادي كمعاونة لكم معايا. وان شاء الله من يوصلون 1000 مشترك و4000 ساعة غنوريكم الطريقة كيفاش نربحوا الفلوس وحنايا في الديور ديالنا. كنتمنى تكونوا استفدتم هذا الفيديو هذا مع فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا.